عن جريمة قتل عائلة في منطقة البودور في محافظة صلاح الدين. ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي. الشيخ طامي، السلام عليكم. يعني زي عسكري كواتم على الأسلحة هي أدوات تنفيذ جريمة البودور بصلاح الدين، لكن هنا ماذا يعني لكم استخدام هذه الأدوات في ارتكاب مثل هذه الجريمة؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ، يا مرحبا. أهلا شيخ، يا مرحبا. صراحة هو ما يخفى لا عليك ولا على جميع العالم بأن هي هذه لن تكن آخر مجزرة ولا أول مجزرة في محافظة صلاح الدين والمحافظات المنكوبة من قبل الفصائل الولائية التي استباحت الأراضي المحافظات من 2014 إلى يومنا هذا. يعني بالنسبة للمجزرة اللي صارت منطقة البدور في عوينات، هم من جماعة الفصائل الولائية اللي تابع لإيران، يعني واضحة للعيان. والدليل لأن أخو باسم وبنته اليوم طلعوا وحشوا بكل وسائل الإعلام بأن اللي قام باتهام بتهديد باسم وبيت عمه وأقاربه المحامي عمر هو آمر لواء 35 الحشد اللي ابو سجاد. نعم. طيب. وهم قاموا في تقريبا الساعه بحدود الساعه 11 ونص قاموا بالدخول الى بيت فخري وقيدوا احد اطفاله. نعم. وزوجة ابنه واطفال اثنين في احد غرف البيت. نعم. وقاموا بتنفيذ هذه الجريمه البشعه على اولاده وبنته وزوجته. وبعد تنفيذ هذه الجريمة ذهبوا إلى بيت ابن أخيه باسل وهو يعمل شرطي في LFBS في شرطة صلاح الدين. نعم. ما مثل ما تكلمت بنته من قالت دقوا الباب علينا وطلع والدي وحزونا بالبيت. بعد ما نفذوا جريمتهم ذهبوا إلى المحامي عمر وقاموا بإطلاق طلقة نارية في رأسه ومن ثم ضربه بآلة الطبر على رأسه ومغادرة المكان بعد تنفيذ هذه الجريمة البشعة. طيب. لا يمكن تنفيذ هذه الجريمة في ثلاث منازل في منطقة ويبدي حضرة التجوال من الساعة السابعة إلى الساعة الخامسة صباحا. هو في هذا المفصل شيخ طامي أكثر من أربع خمس سيارات عسكرية. طيب. ويستغلوها بحدود 15 إلى 20 نفر يرتدون الزي العسكري ويتجولون وهذا القوات الماسكة للأرض ما تعرف بيهم. هو هنا شيخ طامي أصبح داعش ما يعلقون بها عليهم جرائم. نعم، لو تسمح لي برأيكم من يستطيع التحصل على كواتم الصوت التي تركب على الأسلحة؟ أيضا من يستطيع التجوال في أثناء حظر التجوال برتل يحمل ما يزيد عن العشرة أشخاص؟ من له القدرة على ذلك شيخ طامي؟ هذه قوات متنفذة في محافظة صلاح الدين والمحافظات المنكوبة ومحافظات الجنوب مثل ما اغتالوا والد المقيد كاسب بالعمارة. نفس الفصائل هذه والميليشيات الولائية اللي تابع لإيران اللي نفذت بالعمارة والناصرية والبصرة والديوانية هي اليوم بدها تنفذ بمحافظات صلاح الدين وغيرها. لأن لا يمكن أنا كمواطن عادي أو أنت كمواطن عادي نقدر نجول، إحنا بدون السلاح ما نقدر نتجول. أنه بنشيل أسلحة كاتمة للصوت محرمة قانونيا. فهاي الفصائل الولائية تعتبر نفسها أعلى سلطة بالدولة، لا تسمع لا تنصت إلى أمر رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية ولا وزير داخلية ولا وزير دفاع ولا برلمان ولا أي سلطة، سواء السلطة القرار يجي من خارج الحدود العراقية. نعم شيخ طامي، يعني في تصريح لها ابنة أحد الضحايا اتهمت الحشد بقتل عائلتها، إلى أي مدى ترى هذا الاتهام في محله؟ وهذا هذا مو اتهام، البنية اللي حشت متأكد لأن هذول نفس الجماعات بين فترة وفترة يجون يفتشون هذه المنازل. يعني هي البنية ما اتهمت قالت والله
انا اقول الحشد اتهم الحشد اتهام، لا هي متاكده. ولا دليل عمها قاسم اخو ابوها اليوم اعلن امام وزير الداخلي ورئيس اركان الجيش بعد امتناع الاهالي من تشييع الجثث ودفنهم في المقبره امتنعوا الا لحين وصول رئيس الوزراء والحكومه، فوصل وزير الداخلي واعلن امام وزير الداخليه بان ابو سجاد هو اللي قام بتهديد اخوه. هذا مو اتهام، البنيه متاكده واخوه متاكد ان المجزره من قام بها. لا يمكن داعش يجي في هذه المناطق وهو ماسك الحشد من بعد كل 50 متر سيطره. شلون داعش يطب؟ على ذكر السيطرات، داعش حتى البيانات اللي صدروها هي بيانات مزوره. شيخ طامي على ذكر السيطرات عندهم اعلام مضلل، نعم عندهم اعلام مضلل، اعلام اصفر يضلل الحقائق اللي موجوده على واقع الارض. صلاح الدين بها اكثر من 15,000 مقيد وبيها اكثر من 100 مقبره جماعيه، والمجازر اللي ارتكبت من 2014 الى يومنا هذا اكثر من 45 مجزره بحدود 200 الى 250 مقدور تم قدرهم في محافظه صلاح الدين في مجازر مثل هذه. شيخ طامي هنا كيف تمر يعني هذا العدد من الارتال التي حملت الجنات استطاعت ان تمر من بين كل هذه القوات والسيطرات التي تحيط في تلك المنطقه؟ هل تعتقد ان هناك تواطؤ مع القوات الحكوميه في هذه المناطق؟ استاذ العزيز احنا نحكي، انا ما احكي لك عن الحكومه، انا حسب خبرتي وعملي الصحفي في الدوله العراقيه الحكومه بريئه من هذا الشيء، لكن الفصائل اللي تحتلب اسم الحكومه الحكومه ما لها يد على الفصائل هاي الولائيه. طيب. ولا تقدر تفرض فد اراده عليها، ولا تقدر تقولها سوى هالشكل. اتحدى اكبر رئيس بالدوله او اكبر شخص بالدوله يقدر يسحب لي شخص من الحشد من مكان الى مكان، باستثناء هم الفصائل الولائيه اللي بيناتهم اللي يقودوها الجماعات هاي المسلحه اللي خارجه عن القانون. لان الدوله عاجزه عن السيطره على هاي الميليشيات. طيب لناتي الى البيان الذي اصدرتموه في مجلس عشائر ووجهاء صلاح الدين، ادنتم في هذه الجريمه، لكن ما اثر تكرار هذه الجرائم على السلم والامن المجتمعي ومن ثم على رده فعل عشائر محافظه صلاح الدين؟ والله يا استاذ العزيز رده الفعل على العشائر، انا حسب معلوماتي حسب اتصالي باهل الضحايا، يعني اذا بقى هذا المسلسل مستمر راح الناس تهاجر، راح يعني يتهجرون من مناطقهم يذهبون الى اقليم كردستان او دول الجوار حتى يامنون على عوائلهم ويامنون على انفسهم. وهذا هو هذا القصد من عنده، لان هم بالنسبه لهم هذا مسلسل متبعيه على تهجير هاي المناطق من خارج مناطقها. فبالنسبه للعشائر والحكومه المحليه ما يقدرون يسوون شيء لهاي الفصائل. هل من الممكن العشائر تشيل السلاح وتقاتل هاي الفصائل؟ شيء مستحيل، لان الفصائل تابعه للدوله ولا يمكن العشائر تجي تحارب الدوله. نعم، من صلاح الدين المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي، شكرا جزيلا لكم.